وهذا سائل يقول: ما حكم من جامع امرأته وهو صائم تطوعا وكان ناسيا؟ نعم، صوم التطوع يجوز للإنسان أنه ينقضه، يجوز للإنسان أنه يفطر بالجماع وغيره. الذي يحرم قطعه هو صوم الفرض أداء أو قضاء، أما صوم التطوع يجوز للإنسان أنه يفطر بالأكل والشرب أو الجماع، فإذا جامع انقطع صومه ولا حرج عليه في ذلك لأنه نافلة.